مشاهدينا، ولإلقاء الضوء أكثر على تداعيات تدهور الدينار مقابل الدولار في ظل السياسات المالية، يراها مختصون أنها السبب في الأزمة. ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا، ومساء الخير. مساء النور، أهلا بكم دكتور. يعني كيف كانت أوضاع الصناعة في العراق قبل الاحتلال الأمريكي وما بعده، وكيف ساهم تدهور هذه الصناعة في تراجع قيمة الدينار؟ حقيقة ما يحصل بالعراق شيء غريب جدا، أن هناك إيرادات عالية جدا لم تستثمر سواء في الصناعة أو في غيرها، أو بالأحرى في بناء البنية التحتية. قبل 2003 دخل العراق أزمة خطيرة جدا، أيضا أدت إلى خنق كثيرا من الأوضاع الخاصة بعملية الصناعة وخاصة في القطاع العام، ممثلة بالحصار الذي فرض بعد عام 1991. الحصار أدى إلى أن هناك جهات كثيرة خاصة اعتمدت على نفسها في استثمار الموارد المحلية، وبدأت بعمليات إنتاج للمستلزمات والحاجات التي يمكن إنتاجها محليا، وتطورت نوعا ما. ولكن بشكل أو بآخر المصانع الكبيرة التي تعتمد على كثيرا من التقنيات والمواد المستوردة من الخارج أثناء فترة الحصار، فرض عليها حقيقة أزمة كبيرة في عملية توفيرها، مما أدى إلى لن نقول تعطل المصانع وإنما إلى انخفاض إنتاجها أو جودتها من هذه الناحية، أو العمل على إدامتها وصيانتها، خصوصا المصانع التي بنيت في فترة الستينات أو السبعينات أو غيرها. لذلك نلاحظ بعد 2003 ازدادت العملية سوءا، علما بأن هناك إيرادات نفطية عالية، أن هناك دول مانحة خصوصا في العشرة سنوات الأولى بعد 2003 حتى 2014، أنفقت وزارة الصناعة حسب تصريحات وزارة التخطيط ما لا يقل عن 101 مليار دولار لتأهيل الشركات والمصانع للقطاع العام، ولكن مع الأسف لم تفلح الحكومات المتعاقبة منذ 2006 حتى 2014 في عملية استعادة عملية الصناعة. طيب. وتطويرها. بحيث تستطيع وتتمكن من توفير الإنتاج الذي يحتاجه الشعب العراقي داخل البلد. طيب. وهذا يأتي من خلال تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة السيد مرتضى الصافي، الذي أبلغنا بأن هناك ما لا يقل عن 288 مصنعا بعد 2003 تعمل منها ما لا يقل عن أكثر من 200 مصنع، يعني المتوقف فيها لا يزيد عن 43 مصنعا بعد 2003 نتيجة لتراكمات الحصار وسوء الإدارة الذي حصل بعد 2003. طيب. ولكن بعد 2003 استمرت العملية، وهناك إنفاق وإيرادات عالية لدول مانحة. طيب دكتور، هنا في هذه النقطة المالية بالتحديد، عفوا، الإيرادات النفطية في هذه النقطة بالتحديد، الأسباب الحقيقية، نعم، الأسباب الحقيقية وراء انهيار الصناعة الوطنية بخلاف ادعاء الحكومات السابقة والمتعاقبة بأن المصانع قديمة ولا ينفع تأهيلها. طيب، أين مخصصات وزارة الصناعة التي من الممكن أن تؤهل وتبني مصانع جديدة، وأن لم يكن لديها مخصصات، لماذا لا يتم خصخصة المصانع ويعني ربما بيعها إلى شركات خاصة كما كنا حتى قبل الاحتلال؟ هناك كانت شركات خاصة، ألبان وملابس وشركات كثيرة. نعم. توفر المنتج المحلي. الجانب الجوهري في هذا الإخفاق الكبير والمتعمد في اعتقادي هو الفساد المالي والإداري. الفساد المالي والإداري لا يتمكن من عمليات السرقة في القطاع الخاص، ولذلك يصر بشكل كبير جدا ومن خلال متابعة
كتابة الدستور في 2005 الذي أقر، لاحظ هناك فريقان متخاصمان، هما أحدهم يؤكد أن لا بديل للقطاع العام، والجانب الثاني يؤكد أنه ضرورة أن نتماشى مع التطور العالمي في احتياجات السوق وحرية السوق في عملية الخصخصة. حتى بالنسبة للقطاع العام ممكن خصخصته بالمشاركة مع القطاع الخاص، والإيرادات كانت موجودة، وكلنا ندرك أن هناك دول مانحة كبيرة قدمت للعراق مساعدات، لكن كلها لم تفي بالغرض الأساسي للنهوض، بسبب أن الفساد المالي والإداري هو المعرقل الوحيد لتطوير الصناعة في القطاع العام. وكذلك أيضا انعكس ذلك على القطاع الخاص، بحيث أن الفساد المالي والإداري لا يعطي التسهيلات العالية للقطاع الخاص بالتطور، علما بأن مشاريع تطوير الصناعة في الدستور العراقي تؤكد على عمليات الخصخصة ودعم القطاع الخاص بتطوير الصناعة العراقية والانفتاح على العالم وتطوير التقنية والتكنولوجيا، ولكن الفساد يمنع ذلك. طيب، بشكل أو بآخر. نعم دكتور، هنا وفق لغة الأرقام في كشف حساب لما استورده العراق في الأشهر الستة الأخيرة، بلغ الاستيراد 2 مليار دولار من إيران عبر منفذ حدودي واحد. كيف نفهم هذا الرقم الكبير؟ وإذا كانت 2 مليار في 6 أشهر، فما هي البضاعة أو البضاعة التي دخلت، وهل هي يعني مقنعة بهذا الرقم؟ ولماذا لا تخصص جزء من هذه المبالغ الكبيرة للاستيراد لاستصلاح أو تأهيل المصانع؟ كلنا أدركنا أن عملية بيع العملة للبنك المركزي العراقي للقطاع الخاص أو المصارف في مسألة الاستيراد من الخارج، لاحظ نسبة كبيرة جدا منها هي عملية غسيل أموال، أي الأموال التي تخرج لا تعود كبضائع. هذا جانب أيضا مهم جدا يجب أن ندركه، بما أن المخدرات وانتشار السلاح وعمليات البيع وغيرها، لاحظ هذه كلها عملية تحتاج إلى عملية غسيل أموال. والدليل بمجرد اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بمنع التعامل مع أكثر من 20 مصرفا أهليا أو أكثر، لاحظ أدى ذلك إلى توجه من يمتلك الأموال لغسيلها إلى شراء العقارات وعمليات البناء، المولات وغير ذلك التي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم. في مسألة وجود هذا العدد الكبير جدا من البطالة، نسبة الفقر العالية جدا، أي هناك عمليات غسيل أموال بطريقة ثانية. ولذلك نلاحظ خلال هذه 6 أشهر الماضية أن هناك عملية استيراد بأكثر من 2 مليار دولار، هي عملية غير صحيحة، وفي اعتقادي فيها عملية لتهريب العملة بشكل أو بآخر إلى خارج العراق. طيب إذن يعني هل هذا مبرر أن يكون استيراد العراق 90% من البضائع؟ لا يمكن تبرير ذلك، علما بأن العراق بإمكانه أن ينتج 70% من البضائع المستوردة، خصوصاً الممثلة. نعم. بالغذائية. نعم. وكذلك أيضاً الألبان وبعض الصناعات الخفيفة التي تعتمد على مواد أولية موجودة بالعراق، ولكن هذا ما لا نراه. شكراً لكم من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكراً على هذه المشاركة.